السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. أحب أرحب بحضراتكم وأشكركم على دعمكم للقناة، وأرجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من القناة. النهاردة هنتكلم إن في تطورات مفاجئة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، والأطباء بيترقبوا الساعات القادمة. الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى الخاص اللي كانت بتتعالج فيها بقالها فترة حالتها الصحية متأخرة، وكمان الأطباء والطاقم الطبي والتمريض عملوا كل اللي عليهم ومفيش أي تحسن حتى بسيط في حالتها. فاقترحوا الأطباء عليهم لأن حالتها بتسوء وكمان على طول محتاجة أكسجين دايما للتنفس، فالأطباء اقترحوا اقتراح زراعة رئة. فطبعا أسرة الفنانة دلال عبد العزيز رفضت الاقتراح ده، لأن في الحالة اللي هي فيها دي طبعا ما ينفعش إن هي تعمل أي عملية، ولا كمان زراعة الرئة عملية خطيرة وخطر عليها في الوقت الحالي. عشان كده أسرة الفنانة دلال عبد العزيز رفضت الاقتراح ده. وفي اقتراح تاني بسبب نقلها لمستشفى حكومي، هو الاقتراح ان هي المستشفى الخاص خلاص نفذوا كل الطرق اللي كانت بيعملوها عشان الفنانة دلال عبد العزيز، فمفيش حاجة تانية ممكن يعملوها. فبالتالي المستشفى الحكومي دي مميزة ان هي بتعالج الحالات المماثلة زي حالات الفنانة دلال عبد العزيز اللي هم اتأثروا بمضاعفات ما بعد الكورونا، وطبعا حالتهم متأخرة، وكانت المستشفى دي بيتعالج فيها الاعلامي وائل الابراشي، والاعلامي وائل الابراشي دلوقتي خلاص الحمد لله خف وهيرجع للشاشة قريبا. لكن الفنانة دلال عبد العزيز أول ما راحت المستشفى الحكومي اللي هي فيها حاليا، طبعا الطاقم الطبي والتمريض قدموا لها خدمات جديدة ومختلفة غير اللي كانت في المستشفى الخاص. وكشف مصدر طبي إن حالتها الصحية في بشرى وفي أمل جديد لكل محبين الفنانة دلال عبد العزيز واللي عايزين يطمنوا على حالتها. وقال الفريق الطبي المعالج للفنانة دلال عبد العزيز ان في تحسن بطيء بس في تحسن، وان الفنانة دلال عبد العزيز بدأت تتكلم ببطء. وقال المصدر كمان ان تطورات جديدة بدأت تتكلم وتتحرك ببطء شديد، واكد المصدر ان الفنانة ما زالت تحتاج لأكسجين بصفة دايمة. وعند السؤال عن حالتها النفسية قال في تصريح لي ان حالتها النفسية بدأت في التحسن، حتى وان كان هذا التحسن شديد لكنه يحدث. وقال ان البروتوكول العلاجي اللي مقدمينه للفنانة دلال عبد العزيز مدته اسبوعين، وده طبعا هيلاقي في تطورات يعني هتجد جديد على حالتها، وان شاء الله هيكون في تحسن ايجابي الفترة الجاية. وخلال الاسبوعين اللي جايين ان شاء الله هنتابع لحظة بلحظة اخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مع البروتوكول العلاجي اللي مقدمينه ليها، وان شاء الله هيكون في تحسن وفي شفاء باذن الله. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وارجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.